الحين على 5 قنوات فضائيه حبيبي. ثوره 25 اكتوبر او 1 تشرين لديها انجازات كثيره يعني، وما قدمته خلال هذه الشهرين او الاكثر من شهرين والمنتفضين في ساحات الاحتجاج. في البدايه كانت هي ثوره اصلاحيه، بعدها عندما جوبهت هذه الثوره والمتظاهرين برصاص الحي من قبل الحكومه الماسكه في البلد، اصبحت هناك مطالب شامله، مطالب عامه، وهي تغيير شامل للحكومه او المنظومه السياسيه الفاسده. بالتالي بدانا نطالب بتغيير رئيس الوزراء، كذلك قانون الانتخابات، تشكيل مفوضيه مستقله بالاضافه الى اقرار قانون الاحزاب. ايضا قدموا عده مرشحين لمجلس الوزراء ولكن لن يحظى بمقبولية الثائرين بسبب عدم المواصفات التي طرحت من قبل المتظاهرين. كذلك أقر قانون المفوضية، بالإضافة إلى ذلك عدة قوانين جعلت مجلس النواب يجلس جلسات طارئة وحتى جلسات اعتيادية. بالإضافة إلى ذلك نرى كل هذه ساحات الاحتجاج توحدت برقعتها الجغرافية بتوحيد مطالبها الشاملة بالإصرار على الاستمرار من أجل تحقيق إرادتهم وتحقيق مطالبهم لحين أن تنتصر الثورة. كل ما يحيط بالعراق من دول إقليمية ووضع إقليمي متأزم وحتى على المشهد الدولي، على الثوار في العراق، الشعب العراقي الثائر من شبابه إلى شبه إلى نسائه، أن يتعلم كيف يحكم بالأمور. علينا أن نكون ولاءنا فقط للعراق وليس غير العراق آخر. أما بالنسبة إلى أمريكا، إذا كانت لديها أطماع، وهي طبعا عندها أطماع في المنطقة خارج العالم ككل وفي العراق خاصة، لأن تعتبر العراق كدولة إقليمية تكون في قلب الحياة دائما، يعني تكون رابط ما بين الشرق والغرب وما بين القارات المتوازية في المنطقة. إذا فعلى الشعب العراقي أن يعي هذه اللعبة وأن يتصرف على أساس العراقية وليس على أساس الطائفية والولايات الخارجية. على أمريكا أن تعرف أن الشعب العراقي الذي أعطى التضحيات ضد داعش وضد كل ما حاك منه من مؤامرات أنه لا يلين ولن يستكين ولن يبكي إلى أي أحد. اما بخصوص ما جرى من احداث في المدة الأخيرة ما بين امريكا وما بين ايران، هي اعتقد نزاعات دولية للسيطرة على العراق وما العراق وعلى القرار العراقي اذا نظرنا من هذه الزاوية. اما العراق كيف يكون، فهنا اذا كان لدينا ساسة حقيقيين او ناس اكاديميين عليهم ان اخذ بالعراق الى بر الامان بعيد عن هذه التجاذبات وهذه الاطراف وما يحاك من دساس في الغرف المظلمة. إذن فلدينا التوجه أن نكون محايدين للأطراف كلها، أن تكون عراقيتنا أولا وبعدها الولاءات لمن تكون. هذا لا يهمنا، الذي يهمنا هو نجاح ثورة تشرين، الذي يهمنا هو كيفية الحفاظ على دماء شهدائنا، على إعادة البسمة لأطفالنا، على إعادة وطن قد سلب من قبل فاسدين، على إعادة كل موارد الوطن إلى الوطن وإلى شعب الوطن إلى شعب العراق. هذا من جانب. الجانب الثاني واللي هو أكثر أهمية، علينا أن نتعامل عقليا ما بين المتظاهرين، نشر ثقافة السلام، نشر ثقافة السلمية، نثر ثقافة احترام القانون. إذا احترام القانون وما موجود القانون ورجل القانون من القوات الأمنية وغيرها، علينا نصل إلى 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 بر الأمان لنكون مع القوات الأمنية صف بصف وجنبا إلى جنب للتوفيت الفرصة على كل من يريد إلحاق الأذى بالعراق. فعلى أمريكا، على إيران أن تبتعد عن ساحة العراق وتكون تصفياتها خارج المنطقة العراقية حتى لا يكون الشعب العراقي وأرض العراق وموارد العراق حطبا وامتدادا إليهم. إذا من هنا من هذه الشاشة أكرر طلبنا إلى إذا وصل صوتنا إن شاء الله يوصل صوتنا إلى كانت القيادة الأمريكية ولا كانت قيادة إيران أن تبتعد وأن تهدئ اللعب وأن تهدئ المطاولة، بمعنى يعني عدم التصعيد، عدم جر البلاد أو المنطقة بأسرها إلى الحرق الكامل
والمنطقة بعد ما تستعمل دماء كثيرة، بعد ما تستعمل إلى حرق كثير، بعد ما تستعمل إلى حروب كثيرة. إذا علينا أن نكون نتهدأ وأن نعمل على إخراج المنطقة من حرب قد تأخذ كل ما أمامها. نصيحة لثوار تشرين في كل ساحات العراق من الشمال إلى الجنوب، وخصوصا في التحرير، التفويت الفرصة على من يريد نشر الفتنة ونشر الشقاق والنفاق ما بين بلدان، كما أطالب بشيوخ عشائرنا في محافظة واسط خصوصا وبعراق عموما أن يتهدوا وأن يركنوا العقل بتصفية كل قضية وحل بطريق سلمية تديم بقاء هذه المظاهرات وتديم الحفاظ على أهدافها، حتى نستطيع أن نأخذ ثأرنا ممن قتل أولادنا وسفك دماء شهدائنا. طبعا بالنسبه لثوره تشرين اكتوبر قدمت هواية اشياء للشعب العراقي، يعني بالاخص الشعب العراقي. الخطوه الاولى هي ازاله الفاسدين خلال 100 يوم. الخطوه الاولى هي ازاله الفاسدين من هذا البلد الجريح الذي يعاني ما يعاني من فساد وحروب وهواية اشياء مر بها في هذا الظرف الغامض التي تحكمه شله فاسده اجت على ظهر الدبابه، على ظهر الدبابة بقيادة أمريكا وغير أمريكا ودول مجاورة. وإحنا لن نسمح لا لأمريكا ولا لإيران ولا لقطر ولا للسعودية ولا أي دولة التدخل في شؤون العراق، لأن هذا العراق هذا بلدنا، هذا ما نحب أحد يتدخل ببلدنا، ما نحب أي كائن من يكون أنه يتدخل بهذا البلد الجريح. يعني الثورة العراقية ثورة تشرين هو شباب مجاهد، شباب طلع حتى يثبت وطنيته للشارع. يعني صار 16 سنة في ظل حكم هذول الفاسدين الموجودين في هذا الحكم، سرقة أموال الشعب، تعيينات، لا خدمات، لا شوارع، لا فتشي. يعني شنو ولاهم الغير دولة ثانية؟ يعني اتباع خارطة العراق منين تتكون؟ يعني تتكون من نهرين عزيزين، دجلة والفرات. يعني انتو هسه 600 شهيد أو 700 شهيد عراقي، ناشط مدني أو غير ناشط مدني، أو كلهم ناس جايين يتظاهرون من أجل حقوقهم. يعني ذول الناشطين اللي راحوا شهداء، أولاد الشيعة تقولون عليهم أولاد الخيبة، جايين ينطون دماء. يعني خلال هاي الفترة كلها شهرين صار لهم 20 يوم مد، يعني بس أول يوم إنه سون شو اسمه حداد وغير حداد ناسهم تسوي لهم وينسون، وأنتو سليماني وأبو مهدي المهندس، يعني تعلقون الصور بالبرلمان العراقي. إحنا وين جايين نعيش؟ جايين نعيش بإيران؟ أنتو تعيسة بالنسبة لإيران دولة إسلامية، ما يخالف، مفروض عليك هي دولة، خلينا نقول دولة إسلامية، بس تقدر تعلق لك صورة أنت بإيران؟ تقدر تروح أنت تأخذ حريتك بإيران؟ مع الأسف يعني أنتو ناسنا وهذا بلدنا، وبقى الأطراف هواية أخرى عشائرية وغير عشائرية وتابعة للأحزاب وغير أحزاب. يعني ليش شعب شي قاتل شي؟ شنو السبب؟ خلي يصير عندكم غيرة على بلدكم، على وطنكم الجريح. للأسف يعني من هذا البكان من ساحة تظاهرات واسط نخاطبكم ونقلكم هذا العراق يا معودين، العراق بذمتكم، ما عندنا غير العراق، خلي غيرتكم تتحرك، تذكروا الشهداء الجاي تموت بساحة التحرير بمحافظة الناصرية بكربلاء بغير بكان. يعني شوفوا بلاد العالم العربية والإسلامية وغيرها والأجنبية، شوفوا ليش مرتاحة؟ يعني ليش العراق يدخل في حروب؟ أتمنى من الدول الإقليمية اللي جاي تصارع بالعراق أن تبع صراعاتها خارج العراق. إحنا ما عايزنا الضيم البينة كافينا. أنتوا اليوم
هاي الصراعات مالتكم وهاي الحرب مالتكم اللي بالنيابه جاي يسوها بالعراق، جاي تاثر على ثورتنا السلميه البيضاء، ثورتنا خرجة السلميه عفويه بعيدا عن التدخلات الاقليميه والدوليه، وان شاء الله باقيين ومحافظين عليها سلميه وطنيه عراقيه بحته، بعيدا عن تدخلاتكم السيئه، التدخلات التي تريد الشر للعراق. ونحن مستمرين رغم كل المحاولات ورغم الاعلام المغرض والمعادي للثوره البيضاء، وان شاء الله تحقيق مطالبها بعيدا عن كل الاجندات وكل الاصوات الشريره التي تريد السوء والشر بالعراق. هذا جانب. الجانب الاخر، الصراعات بين امريكا وايران اليوم جاي تريد تجر ثورتنا الامور واقتتالات واهداف ما تغني العراق ولا تسمن اصلا. هذا المواضيع وهاي كل اللي جاي تصير غايتها تشتيت الثوره وابعاد النظر والاعلام عن الاهداف الجوهريه التي خرجت من اجلها الثوره والتي طالبت بها للشهر الثالث على التوالي. احنا صار لنا 100 يوم، هذني ال 100 يوم شوفنا للعالم كله بان احنا ثوره مجيده خالده لم يشهدها التاريخ منذ ان صنع. احنا شباب ثرنا طلعنا لاجل تحقيق هدف وهو هدف نريد وطن. فاحنا باقين مستمرين، لا يهمنا التدخلات اللي كانت امريكا وايران، هذا صراع لا يهمنا ولا يخرب ثورتنا، احنا شباب باقين مستمرين ان شاء الله لحد ما تتحقق اخر هدف عندنا وهو اسقاط النظام وتغيير حكومه وتغيير الوجوه الكالحه التي الاحزاب التابعه للدول الخارجيه وليس لدوله العراق، وانما اصبحوا منتمين مو انتماهم لبلدهم العراق، انتماهم لبلدان اخرى. لذلك احنا باقين مستمرين والحمد لله والشكر على رب العالمين على هدوء الشباب وصمودهم وصمود بيضاء وقضية بيضاء مفتوحة أمام الرأي وأمام الشعب العراقي. أنا حسب توقعاتي الانتفاضة تشرين أو انتفاضة اكتوبر حققت جزء من أهدافها وهي عزة الطبقة الحاكمة في العراق مع الشعب العراقي، وخاصة ظهور فئة الشباب وفئة المرأة، مشاركة المرأة والشباب والمثقفين، وبالإضافة إلى الضربات الأخيرة والصراع الأمريكي الإيراني ما أثر ولا يؤثر على انتفاضة الشعب العراقي، لأنه صراعات إقليمية إحنا ما لنا دخل بها وهي متأججة قبل 40 سنة، فتبقى الثورة مستمرة إلى أن أولا الحكومة العراقية نهائيا تطلع يعني، وقانون انتخابات سريع يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ما يتجزأ إلى أجزاء متعددة، بالإضافة إلى حل البرلمان فوراً وتشكيل حكومة انتقالية لمدة 6 أشهر من الكفاءات، لأن العراق حبلى بالوطنيين وبالمثقفين وبالأكاديميين، مو إلا هاي الشرط اللي يحكمونه اللي جو عبد الباب الأمريكي يظلون يحكمون، لا غير. وأنا أقول الانتفاضة نجحت حتى إذا توقفت فهي نجحت بين عزة الطبقة الحاكمة عن الشعب. أمريكا هي العدو الأكبر للشعوب، هاي متفقين عليها، وصراعها مع إيران بالطبع هي تستغل هاي الأشياء للصراع مع إيران، وإيران أيضا تستغل هاي الأراضي العراقية لهم طموحها بأنه لازم تتحقق
المطالب مالتها ضد إيران، وهذا طبعا مو صالح الشعب العراقي بأن يكون صراع لا قوى إقليمية وعالمية، ونرفض رفض قاطع. عندهم دول يقدرون أو بحار أو سماء يقدرون هناك صراع مفتوح لهم. إحنا كمواطنين نبحث عن وطن حر وشعب سعيد. حقيقة عندما انطلقت الثورة المباركة الثورة التشرينية من 1/10 لعام 2019 قام بها وفجرها هم ثلة ومجموعة مباركة وخيرين من مختلف طبقات المجتمع العراقي، من الشباب والشابات وشيوخ العشائر وأساتذة الجامعات وكذلك النقابات وكافة مستويات وطبقات المجتمع العراقي. كان أهدافهم واحدة وطلباتهم واحدة، هي تغيير العملية السياسية، وذلك لما عاناه العراقيين جميعا من الويلات ومن مردود الفساد من العملية السياسية أو الطبقة السياسية الحاكمة بوقتنا الحاضر. وكان خروجهم وصولا إلى يوم 25 حقيقة، وهي ابتداء تصعيد في التظاهرات تحولت إلى اعتصام، وكذلك إضراب عام للدوام في جميع المحافظات المنتفضة. كان طلبهم واحد، هو تغيير العملية السياسية. ولاحظنا خلال هذه الفترة هناك تدخلات من جهات محسوبة على الحكومة، من الأطراف السياسية، من الأحزاب السياسية الفاسدة، وكذلك من بعض الفصائل التي تحسب على العملية السياسية الحالية. وكان دخولهم إلى ساحات التظاهر الغرض من عندها إلى زرع الفتنة والانشقاق بين أخواننا المتظاهرين، ولكن الحمد لله بعد وعي الشباب المتظاهر والخيم المتظاهرة في جميع المحافظات أدوا إلى إفشال هذه المؤامرة ورد كيدهم في نحرهم، وإن شاء الله هذه الثورة ناجحة رغم تدخلات الأحزاب في إفشالها. وأخيرا حدثت هناك مناوشات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الجارة إيران في محاولة جر العراقيين إلى حرب لا ناقة فيها ولا جمل. وهي حقيقة هذه الحرب مزروعة أو كان يراد من عندها قبل سنين، وحقيقة أن العراقيين جميعا نرفض هذه الحرب. وإذا كانت فعلا هناك حرب يعد لها، فنقول نحن العراقيين الحرب هذه حقيقة من دعا لها ويتحملها. إذا كانت إيران هي تريد الحرب خلي يروح يتحاربون بإيران. إحنا شعب يكفي به اللي شفناه من الويلات، من الحصار، ويلات الحصار في التسعينات. يعني حقيقة أيضا تريدوها ترجعوها علينا مرة الله أيام هذه الحصار وأيام التسعينات اللي شفناها، لربما شباب الألفينات أو مواليد الألفينات ما واعي لها، أو لربما السياسيين الحاليين ما عاشوها لأن كانوا عايشين في بروج في دول أوروبا، وكان عملاء يشتغلون إلى بريطانيا وعملاء يشتغلون إلى الأمريكان، وبعد ما أن استلموا الحكم وهم شبعانين يجي بطران هسه سياسي يقول يابا إذا خلي يتحمل العراقي يتحمل الحصار، على شنو نتحمله؟ وإحنا شنو شايدين بيه إحنا؟ إحنا شنو بلد نريد سيادة بي؟ أنت إذا تدعي السيادة تجي تجيب لي حرب على إيران تيجي تفرضها على الشعب العراقي، يا سيادة هاي تحكي بيها؟ يا سيادة تحكي بيها اللي هي وصلت درجة مدير عام يجي واحد من إيران يتحكم بي يحط السياسي طلعه لو يخلي لك مدير عام لو ما يقبل على المدير العام؟ هذه السياسة تحكي عليها لو رئيس وزراء 6 أشهر نفتر على دول العالم كلها إلى أن تقبل؟ شعيطهم عيط يقبل؟ يلا يجي يصير علينا رئيس وزراء وتقول لي عندك سيادة؟ لو تجي تقول لي شخص عراقي يطلع خارج الحدود ويعتقل وماكو عندك سفارة داعبي وتقول لي انت عندك سيادة، اي سيادة تحكي عليها هذه؟ وإلا اجت طيارة وضربت، هي من 2003 لليوم الطيارات جاي تضرب بينا وتطلع، وإلا شنو؟ لانه جهة راضي عليها ايران تنضرب، قامت القيامة هسه عندنا؟ قامت الدنيا؟ يعني العراقي من ينضرب ما عنده حرمة، العراقي صار لنا 30 او 70 يوم شهداء انزف في هذه الساحات،
ما شفنا واحد شريف من البرلمان يقوم بالبرلمان ويسوي تصويت على تجريب الجهات اللي تضرب الشباب اللي جاي تنضرب عندنا. هسه قامت القيامة لأنه إيران زعلانة، لأنه أمريكا زعلانة، لأنه تركيا تزعل، لأنه السعودية تزعل، تقوم القيامة. لكن من أكو عراقي يزفون دمه داخل الساحة، ما شفنا لنا شريف واحد بيكم يعترض. هسه قربت الدنيا علينا اخوان، احنا عايشين وشفنا ايام التسعينات وشفنا المرار اللي شفناه بسبب السياسة الرعناء من صدام حسين وربعه، وذبونا بحصار احنا لا ناقة ولا جمل بيها. وهسه حاليا يجي كم سياسي فاشل وما عرفه متفق او غير متفق مع امريكا او غيرها، اللي يدخلني ايضا في حروب ويدخلني في حصار، احنا على شنو؟ شو مسوي نحن؟ العراقي بس بدفتيم يعني كتب عليه طول عمره انه بس ضيم وبس قهار. يا اخي يكفي بعد، يكفي دمار، يكفي يكفي بعد. هالدماء هاي جاي تسيل، يعني ماكو شريف يوقفها والا شنو؟ انت طلعت كلها تظاهرات على متبديل حكومه، بالاخير انباوع نشوف عادل عبد المهدي يضحك حتى علينا، حتى بالدستور مكتوبه عليه انه اذا طلع عادل عبد المهدي المفروض يشكل بمكانه رئيس الجمهوريه، وعلى اساس هو يجي يحكم للحد هاي؟ عبرت الشهر هسه مو 15 يوم، الشهر عبرته بعد لحد هذه اللحظة عادل عبد المهدي يحكم. يعني تضحك عليه من انت؟ ما تقدر يعني بس ابدا فتير. ترى العراقيين واعيين كافي بعد، يعني انتم هاي طبقة سياسية انه الا تردون تموتونا كليتنا، وبذيك الساعة تقولون دولة عود تسمونا شهداء بعدين؟ يكفي يا اخي يكفي. نحن شعب عظيم والعظمة لله، شعب لا يقهر، شعب العراق لا يقهر. وبالنسبة لثورة اكتوبر، ثورة حققت انجازات عظيمة، منها اولا توحدت كل الطوائف بالنسبة للشعب، كل المحافظات وحدت بهذه التظاهرة تطالب بالمظلومية. من 2003 ولحد الان لن نجد اي تغيير بهذه الحكومات، لا السابقة ولا الحالية، وجرانا الى منحرف غير صحيح. وهو اولا احنا بلد غني، غني بكل الموارد الطبيعيه، النفط غيره، زين. هذا البلد العظيم الذي لا يقهر لقد اجتاح سيادته من قبل كل الجهات. دوله ضعيفه لا تقدر على اي كان، لا حمت سيادتها، لا حفظت حدودها. من 2003 ولحد الان نحن امام عدو رهيب بالنسبة لأمريكا اللي اتفقت وياها على الأمن والأمان. نحن طالب من هذا المنبر الشريف، الأمم المتحدة، المجلس الكونغرس الأمريكي، البيت الأبيض، شنو مظلومية الشعب؟ شنو ضيم الشعب العراقي اللي صدر من يمه؟ لماذا الشعب العراقي يظلم من قبل الجهات الحكومية التي لا لنا لا ناقة ولا جمل بها؟ نحن نعطل المدارس والدوام لأن نطالب بحق، حق مشروع أمام الله. نحن ما طالبنا بشيء، لكن احنا نطالب الحكومة الجائرة الموجودة، لأن احنا من هاي السكتة، يعني سكتة عظيمة، سكتة لا مثيل لها. لا طلبوا بحقوق بلد، لا فادوا شعب، لا مجرد الجيران. يعني انا ابن خير، جيراني شبعانة وشعبي جوعان، حدود مستهدفة من كل الجهات، وبالذات لحد الان واللي تشوف اللي هي امريكا. امريكا لا صديق عندها، امريكا صديقها النفط فقط، النفط والمال، زين. لا تحترم، اين احترام الشعب؟ لنطالب الشعب الامريكي، القوات الامنيه، الكل، شنو احترام الشعب والاستهدافات هاي اللي جاي تجي؟ قوات الحج الشعب انضربت، المقرات الرئيسيه انضربت، زين. ثاني شيء، احنا بالنسبه لاكتوبر، ثوره اكتوبر اللي حققت انجازات عظيمه وراحت شهداء، احد طالب شهداها؟ يعني احنا اللي شهداء ضحت الناصريه، البصره، الكوت، النجف، كربلاء، اللي طالبت بحقوق، حقوق، ابسط الحقوق، ابسط الحقوق للطفل العراقي. طفل يروح المدرسه اللي هسه كل الطالب بالدوام المدارس، لمن يروح الطالب المدرسه؟ لا دفتر، لا قلم يشتري، زين، لا تدريس مضبوط، يا اما يكمل، اذا ما ينجح لازم يروح دورات، الدوره 1,300,000 طالب المراحل المنتهيه، زين، يبتلي الفقير، يا اما يقعد ابنه بالبيت، يا اما يظل يجدد خبز، لان هو ايش تمام دبرها؟ انه بيروح يدخل دورات. احنا التعليم مو مشكله، احنا مو ضد التعليم، احنا الشعب مثقف، عندنا ابطال، عندنا دكاتره، عندنا طيارين ياكل، للاسف دوله ما عندنا بيها بالحكومه وطني شريف.
الصراع الأمريكي الإيراني الحقيقة في المنطقة بدأ يأكل نفسه في نفسه، بدأ يكشف عن نفسه، بالتالي ها أيضا من إنجازات الثورة. نتمنى على المتظاهرين، طبعا احنا في جمعية واسط الكشفية وفي الباقي المتظاهرين في ساحة واسط، ساحة تظاهرات واسط وفي عموم العراق، حققنا ما نستطيع أن نحققه طوال هذه الفترة، ونحن لسنا نسعى للأكثر ونسعى للأفضل ونسعى لبلدنا أن يتصدى وأن يكون في المقدمة بين البلدان، لأن العراق يستحق ذلك. احنا مستمرين على هذا الموضوع ولن نقف، ولن ننسى أيضا تضحيات الجرحى وعوائلنا وأبنائنا وطلبتنا اليوم اللي يعانون الأمرين نتيجة عدم اللحاق بإكمال المنهج. أيضا هذه تضحية، تضحية اللي يعني أيقونات للتظاهرات، عوائل كبيرة، منظمات، مجتمع مدني، جمعيات، شيوخ عشائر أثبتت ولائها للعراق وللعراقيين. نتمنى أن نتواصل في ما بعد 100 يوم، نتواصل لتحقيق الأكثر فالأكثر، لأن العراق يستحق ذلك، ومن لن يكون ولاه للعراق عليه أن يراجع نفسه. وإبعاد العراق عن الصراعات هذا مطلبنا أيضا الجديد الذي تحقق الآن في هذه الثورة، أنه العراقيين يطالبون بنقل الصراعات خارج الحدود العراقية، وأن نقف ندا لكل من يحاول المساس بأرض العراق ومقدسات العراق. الدم العراقي طاهر وعلينا أن نحافظ عليه.